يطالب سكان التجزئة الرابعة جنوب مدينة المشرية بولاية النعامة من السلطات الولائية والمحلية بالتدخل العاجل وإنصافهم من الجانب التنموي. هذا الكاتريا ملوتي اسمه يقول لها التجزئة الرابعة، راه احنا من 92 احنا ساكنين رانا نعانوا الآن، وكي جينا والله ما تمشى لا باللوطو ولا بكرة ولا حتى بحية، وجاو المسائل شحال من واحد جا شاف غير يجي يشوف ويمشي، وشحال من درنا مبريات، شحال هدرنا، شحال وراك تشوف الحي كي راه صار له. راني من 2002 ساكن هنا. الحي هذا راه منسي، راه مهمش، راهم فوتوا منا المواطنين، المسؤولين، حتى الوزراء فاتوا منا. هذا طريق وطني رقم 6 وراه في الواجهه هذا الحي، ما كانش اللي راه يشوفه. بعدنا طابو حلم. مازال عندنا الروفاتمو، حتى الروفاتمو ضيعتها الماء وضيعتها، عاودوا لاسينيسمو شحال من خطره. الناس هذوك الناس طاكسي ما تدخليش منا. نطلبوا سيدي الوالي ان شاء الله يجي في اقرب الاجال. عن هذا الانشغال رئيس بلديه المشريه يرد. ما يخص الحي التجزئه الرابعه، سابقا دينا قنوات الصرف الصحي وقنوات لصالح المياه الشرب، واليوم رانا ما كاين عمليه واحده اخرى في القطاعي اللي خرجت المقاوله وراها في المنح المؤقت مع مديريه تعمير البناء. ان شاء الله غادي في الاغدين الايام القليله توقعوا باش ندويها لانسالاسيون تاعها باش تزويد تاع الطرقات، وبالمقابل الحي هذا المقابل الجهه المقابله ليه على الطريق الوطني 6 ثاني فيه تهيئه تاع المتقانه، وفي 2023 انا ماشيين ببعض الصيغه تاع التحسين الحضري على مستوى مدينه المشريه. اذا التنميه والتهيئه الحضريه اصبحت حلم السكان في انتظار تجسيد كل الوعود واقعيا.